قصة إيران وذراعها اللبنانية ميليشيا حزب الله ومحاولة استغلال الوضع في المغرب العربي تعود إلى أواخر ثمانينيات القرن الماضي. فطهران دعمت جبهة الإنقاذ الإسلامية المقربة من حركة الإخوان، ما أدى لتبادل إبعاد الدبلوماسيين بداية التسعينيات، ثم تم الاعتداء على السفارة الجزائرية ومنزل السفير في طهران، وانتهاء بقطع العلاقات في مارس عام 93. الحكومة الجزائرية كررت اتهاماتها لإيران بالتدخل في شؤونها وتنفيذ عمليات مشبوهة قبل أن تعود العلاقات عام 2000. تقارير جزائرية كشفت استغلال إيران إرهابيين من الجماعات المتطرفة بهدف استنساخ الثورة الإيرانية في الجزائر، فدعمت طهران زعيم جبهة الإنقاذ المنحلة المقيم حاليا في الدوحة عباسي مدني، وقدمت للجماعات المتطرفة دورات تدريب عسكرية لدى الحرس الثوري وحزب الله في لبنان. كما أقدمت إيران على تجنيد قيادي أضحى أمير الجماعة الإسلامية المسلحة يدعى محفوظ طاجين، الذي سعى حينها إلى تجنيد العشرات من المقاتلين لحساب إيران التي كانت تخطط لتأسيس ميليشيا مشابهة لحزب الله.